أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم التوجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء؟ وهل ينهى من فعل ذلك أم اللائق أن يستقبل القبلة؟ الدعاء يتوجه به إلى القبلة، يتوجه إلى القبلة في الدعاء ولا يتوجه إلى القبر، لأن القبلة هي الكعبة في الدعاء وفي غيره. لم يجعل لنا الله قبلة إلا الكعبة، إنما يستقبل القبر وقت السلام فقط. نعم.